الحديث 32 عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. مر معنا أن كلمات الله التامات الكاملات من جميع الوجوه التي لا يدخلها نقص ولا عيب، وقيل التامات الشافية الكافية النافعة، وقيل المراد بالكلمات القرآن. وكلمات الله التامة تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، فأما الكونية فهي التي ذكرها الله بقوله، ذكرها الله في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الكلمات الكونية التي يخلق الله تعالى بها، ومن أخطاء بعض الناس أنه يقول يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ. وكذلك الكلمات الشرعية هي الوحي والأوامر والنواهي، هذه وقاية من كل سوء وشر، ولذلك نحن نتحصن بكلمات الله عز وجل. وقول من شر ما خلق عام، كل الشرور سواء كانت من إنسي أو من جني أو من دابة أو من هامة أو من ريح أو صاعقة أو أي نوع من أنواع البلاء، فهذا استعاذة والتجاء واعتصام بالملك القدير سبحانه وتعالى. يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تجربة شخصية عن نفسه فيما يتعلق بهذا الذكر أو الدعاء: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني مرة أو في ليلة قال: لدغتني عقرب بالمهدية، اسم مكان، بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. هذا ذكره رحمه الله في كتابه المفهم على صحيح مسلم. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني معاناة شديدة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. لذلك نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونكررها ثلاثا. يقول سهيل بن أبي صالح رحمه الله: فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. يقول أهلي بما فيهم هذه البنت يقولون كل ليلة، فلدغت جارية كانت تقولها معهم فلم تجد لها وجعا ولا كأنه